الشرطة الكويتية تلقي القبض على سيدتين تشاجرا بالأيدي ووقعا على الأرض من أمام مخفر الجابرية، وآخر قام بتصوير المشهد. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة نسائية بالكويت، وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه أمام مخفر الجبرية بالكويت سيدتان تتعاركان مع بعضهما البعض، واستكملن المشاجرة بعد سقوطهن على الأرض. ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بيانا أكدت فيه أن ضابط المخفر رصد المشاجرة التي وقعت خارج المخفر وتم التعامل مع الطرفين، وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما دون توضيح المزيد من التفاصيل. ولقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالصاروخ، بعضهم قام وشاهد هذا الفيديو بسخرية والآخر أبدى استياءه من هذا المشهد، وبعضهم أبدى استياءه ممن قام بتصوير هذا المشهد. وهناك تعليقات كثيرة بشأن هذا المشهد الذي لم تشهده دولة الكويت من ذي قبل. أحد المتابعين أكد أن السيدتين يحملان جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية. وقد قامت الشرطة الكويتية على الفور بالتدخل وفض الشجار ووضعهم أمام المساءلة القانونية.